عايزين نقول بس للناس الموضوع الفان اي دي ده عباره عن ايه. هو فكره يعني بيمنعوا الناس ان هي فكره السوق السوداء واستغلال التذاكر بشكل غير قانوني. موقع ويب سايت اسمه تذكرتي، تخش عليه وبتعمل فان اي دي لنفسك برقم البطاقه واسم الام كمان عشان ما يحصلش غش في البيانات او المعلومات. وليك 6 تذاكر هم الماكسيمم بتوعك انت تقدر تشتريهم ليك او للي حواليك. بتدخل يعني البيانات بشكل صحيح جدا. الميزه في الويب سايت ده انه لما المعلومه بتطلع غلط او البيان بيطلع غلط بيرجع تاني يقول لك في ايرور، ارجو التصحيح. فبتصحح بالظبط، فبيبقى ليك فان اي دي عشان تقدر تحجز مكان ليك في استاد وقت بطوله الامم الافريقيه وما يحصلش فيه سوق سودا زي ما كان بيحصل يعني في وقت البطولات. لا، وهم على فكره بيتحققوا كذا مره وما بيبعتولكش الكونفرميشن في ساعتها، يعني هم بيقعدوا بقى بيقعدوا كتير. يعني انا قعدت مثلا اسبوع لحد ما بعتولي الكونفرميشن. ما هي الفكره ان انت محتاج تدخل صوره بشكل صحيح جدا، صورتك يبقى شكلك واضح فيها، وصوره البطاقه والرقم القومي واسم الام بشكل صحيح جدا. كل التفاصيل دي لو هي صح تمام انت بتاخد الفان اي دي بتاعك. بيجي لك الرساله بتاعتك مكتوب فيها رقمك اللي هو المفروض بتخش فيه على الابلكيشن بتاعك كاكونت. انت ممكن تحجز منه الماتشات اللي جايه كلها، لاي ماتش بقى لمصر للفرق كمان الافريقيه اللي جايه مصر كمان. يعني كل الماتشات متاحه قدامك من خلال طبعا الاكونت بتاعك او من خلال الابلكيشن. طيب الموضوع حلو جدا وجميل، ده من الجانب طبعا ايه الكوره، واحنا ان شاء الله بنشجع مصر كلنا، ومصر طبعاً باذن الله باذن الله في النهائي وتاخد الكاس ان شاء الله. انت برضه يا رب ان شاء الله باذن الله. انا عندي احساس كبير ان مصر هتكسب، ما اعرفش ليه. يا رب يا رب يا رب يا رب يكون احساسي صح.